في هذا الفيديو هذا خوتي وما جينا لواحد السوق كيتباع فيه داكشي دبالي ونصور لكم داكشي اللي كاين فيه ونصور لكم هذا اليوم كامل كيفاش يقوش وغنقول لكم على مدام مبارك كريم كنتمنى يدخل عليكم باي حاجه تمنيتوها ويلا خليكم معنا هذا السوق هذا السوق من داخل تقدر تجيب فلوس منه اي حاجه قديمه بغيتي هو هذا me baby I got your back looking at you thinking about all of the ways that you know me I can't get enough we got the future burning the past good and the bad making it last we are what I want and I want what I already got when you come let's light up like the moon yeah we take it off make it easy تخانه وخارج من داك السوق وشريت واحد المونيتور ديال البيسي مشيت للدار ونعدل لكم على الانبوكسينغ ونشوفوا داكشي اللي فصلت منه شريته ب 200 درهم مغربيه واحد الباركي نصور لكم فيه شي سينمات كيكونوا مزيونين وهاد القهوة هادي الخوت اللي كتلاحظوا معايا هادي هادي شحال هادي مكاتش هاد القهوة كان غير قصار بوحدو ولكن دابا استغلوا ديك القصار وعدلوا فيه قهوة وهي دابا عامة تبارك الله هي هادي هاد الباركي هذا الخوت فيه مطاع ديال عبد العواس غاين اللي هو هذا وفيه هنا واحد بحال واحد الضاية كاينة فيها باط وديك الحيوانات المائية جلسة كتعوم واللي هنا كاين بط اللي هو هذا للدار ونعمل لكم الانبوكسينغ على داك الشاشة اللي شريت كما كتلاحظوا شكل الشاشة كيجي بحال هيدا ومن داخل كنجبرو اول حاجة كنجبرو داك السلك السلك ديال الشاشة اللي هو هدا وها كنجبرو هاد لاشواي هي كنجبرو تاتا هي معاها كنجبرو هدا داك السيبو اللي كتوقف عليه الشاشة هدا تا هو كيتركب مع هادي ما كتلاحظوا هيدا هذا هو داك السيبو اللي كتركب عليه الشاشة وفي الاخر كنجبو الشاشة اللي هي هادي هادي اخو داك الشاشة هي كاش عندنا دابا انا كبا دابا الخوت انا كبا في السيتاب ونوريكم كيفاش هادي كيجي على هاد الشكل هذا هي هادي الشاشة خدمت باش يأذن المغرب نخرج نضرب دوا في المدينة اللي ساكن فيها نصور لكم داكشي اللي كاين فيه نمشي نضرب دوا نمشي للكامبو ديال هاد المدينة اللي ساكن فيها هي ماشي مدينة بحال قرية حيت مدينة ولكن صغيرة عندها السونطا ديالها صغيرة وما فيهاش ديك المحلات التجارية كبار مين يتسخر دابا نمشي للكامبو نضرب دوا حتى الكامبو مهم كامبو نطلع لديك القصة اللي كنت عملت لكم فيها ديك المرة فيديو ومهم تما كنمشيو للسونطا ديال هاد القرية اللي ساكن فيها كنكون ماشي للكامبو كنبقى نلعب مع هاد الكلب هادي هي انا الخوت نتسابق مع هاي هاي وصلت للكامبو هو هذا
وهذا واخا قاية صغيرة ولكن كامبو كبير. واخا وكاينة كامبو هنايا ومن تحت عاوتاني كاينة واحد لابيس. ها هي هاد لابيسين كتخدم غير في الصيف، دابا باقي كعمرها كنظن حتى شهر 7 هاديك تفتح. ملي تفتح ديك الساعة ان شاء الله نجي نعمل لكم فيديوز هنايا. عييت نهار كامل ديال الصيام كان طحتنا داك النهار. هي باقي في المطعم هاي فوكس فوكس. هاي هي هادي الخوت، هادي ديال ديك القصا لي في وسط منو قهوة في وسط منو اوتيل. نصوركم واحد تايم لابس، نصور فيديو طويل ما في مونتاج نساعو باش نوريكم تاريخي باش تقول. دابا ندخلوا له ونصور لكم بعض الاشياء فيه، واللي بغى يشوف فيديو ديال هاد القصه بوحدو كنت دخلت له صورت فيه داكشي معوط وكنت صورت بزاف ديال الوقت، غيلقى اللين ديالو في الديسكريبسيون. الدخله ديال ديك القصه كتطلع فواحد السنسور اللي هو هذا كيطلعك حتى للطابق الخامس اللي فيه قهوه، واذا بغيتي كتبان لك المدينه كامله من فوق. هذا الاصل ديالو عادي، لاحظوا الحيط مكتوب القران والعبادات بالعربي، مكتوب الله ومحمد رسول الله. هاد قصا يعني العرب كانوا بناوه شحال هاد، واللي بغى قصا من داخل هاي. هو هنا كاين هنايا الخوت كاين واحد المطاع فين كاين الحوت. هو هذا كاين الخوت في الحوت هنايا، واللي بغى يجلس في هاد البلاصه هادي باش يتصور مع الحوت. وكنطلعوا غير شويه فوقي، كنطلعوا بحال من هنا كنجبو تحت، كنجبو هاد لابيسينا اللي هي هادي، وهي هادي مدينة كاملة كتبان من فوق. أنا الخوت يلاه خرج دابا من قصر هو هذا، وباقي دابا الشبع ساعة باش تأذن المغرب، دابا نهبط للدار باش نفطر. خوت الشنطة هاد المدينة اللي ماشي مدينة، قرية اللي ساكن فيها. كاين هنايا واحد الكنيسة وهنا كاين قهاوي، قهاوي نوصل للدار. وهذه هي نهاية هذا الفيديو، هذا كنتمنى يعجبكم، إذا عجبكم ما تنساوش تعدلوا لايك وتبارطاجيو، ونتلاقاو في شي فيديو جديد، والسلام عليكم.